كمبيوتر. اوكي طيب، دائما ترانزيشن الاوتوماتا في ستيتس اسمهم Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 هذول ستيتس. الانيشال ستيت، هذا الانيشال ستيت دائما كل اوتوماتا لازم يكون له انيشال ستيت، لازم يكون له واحد انيشال ستيت فقط. يعني ما بيقدر نكون عندنا الاوتوماتا يبلش من تو ديفرنت ستيتس، لانه الاوتوماتا لازم يكون له بداية واحدة. والفاينل ستيت او الاكسبتنج ستيت هذول نحط عليه دائرتين. احنا الدائرتين هذول معناها اللانجوج، اللغة او السترينج او الاشياء اللي دخلتها على الاوتوماتا مقبولة، انه هذا الاوتوماتا بيقبل هون بهذا المكان اللي هو اللي عليه الدائرتين. وستيتس ثانيات مثل Q1 Q2 Q3 Q5 هذول ستيتس عادية. Q1 it's not initial state, it's not final. Q2 is not initial, not final. في state Q5 إذا بتلاحظوا أنه بيختلف عن states الثانيين بشغلة رئيسية، ما في منه ولا سهم طالع منه، كل الأسهم داخل فيه. هذا إذا كان الستيت بيدخل فيه transitions، يعني بيجيله Q5 من جميع states بس هو ما بيطلع منه شيء. إذا بيطلع زي هذه اللي هي الاي بي هون، بيطلع وبرجع على نفسه، يعني ما بروح من كيو 5 على ستيت ثاني. هذا بنسميه التراب ستيت. خليني اكتبه انا هون. هذا تراب بالعربي طبعا، تراب ستيت. تراب زي الفخ يعني. اوكي، هذا معنى تراب ستيت. تراب ستيت عبارة عن ستيت بيستقبل بس ما بيرسل. هذا اوتوماتا. الآن شو بيسوي هذا الاوتوماتا؟ بيعتمد على الترانزيشنز. لاحظ الترانزيشن هذا اللي هو السهم اللي بيطلع من Q0 لQ1، هذا سهم، هذا اسمه ترانزيشن. هذا ترانزيشن، هذا ترانزيشن، هذا ترانزيشن، هذا ترانزيشن، وهذا اللي اللوب عليه برضه هذا ترانزيشن، اللي هو بيطلع من Q5 وبرجع على Q5، وهذول بنسميهم ترانزيشنز. هسه على كل واحد من الترانزيشن في حرف، في انبوت A او B. طبعا لاحظ انه كل الاوتوماتا تبعي هون الموجود فيه فقط A و B على الترانزيشنز، فقط A و B. معناها اللانجوج تبعي هون، اللانجوج او الالفابت، اسف، الالفابت اللي هي السيجما، وعبارة عن بتشكلوا من حرفين اللي هي الـ A والـ B. يعني هذا الأوتوماتا بفهمش إلا A و B، يعني هاي الالفابت تبعته. لو دخلنا من Q0 C ما راح يعرف شو يعمل بـ C، لأنه مش معرفة من الالفابت. الالفابت تبعوني كلهم A و B، فبالتالي من الـ A والـ B أنا عملت language. language اللي بتشكل من A وال B اللي هو كل string، كل string يعني كل كلمة، كل مجموعة أحرف متتالية بتم قبولها من Q0 ل Q4، هذا اسمه language اللي مقبول بهذا الأوتوماتا. فهذا الأوتوماتا بيقبل language اللي بيبدأ بstring بحرف ببلش على Q0 وبيصل بنتهي بQ4. طيب خلينا نشوف هذا شو هو. فهي الالفابت اللي هسه انا حكيت عنه، سيجما، عباره عن A و B. For every state، من كل state لازم يكون في transition. There is a transition for every symbol in the alphabet. هذا لانه deterministic. Deterministic يعني well defined، محدد. في عندي شيء اسمه deterministic وفي non deterministic. بس هذا احنا بنحكي عن DFA. DFA اللي هو، خليني ارجع لهون، Deterministic Finite State Automata. هذا Deterministic لازم يكون فيه Every State Q0 لازم يقول لي إذا بيجيني A شو بعمل، إذا بيجيني B شو بعمل على كل الألفابت. بس لو كان عندي، خليني أخذ هون، لو كان عندي
من الالفابتس لو كان الالفابتس تبعي كان A و B و C اوكي لو كان عندي A و B و C هذول الالفابتس تبعوني معناته بصير بالضرورة وانتبه علي هون بالضرورة لازم Q0 إذا إجا A قال لي بروح على Q1 إذا إجا B قال لي بروح على Q5 بس إذا إجا C أو هون مش مبين عندي وين بروح على C فبالتالي هذا اسمه non-deterministic مش محدد يعني في input C بالألفابت تبعي في إشي اسمه C بس Q0 ما بعرف وين يروح إذا إجاله C فبالتالي هاي برجع بشطبها أنا ما بدي إياها ما بدي الـ ABC أنا عندي بس دكتور ممكن تعيدها Q0 إذا بيجيني B بيقول لي بروح على Q5 إذا بيجيني A بروح على Q1 إذا أنا بQ1 إجاني A بروح على Q5 إذا إجاني B بروح على Q2 يعني I have to tell exactly وين بروح الأوتوماتا لما يجي له الانبوت من الالفابت وعلى ان يكون كل حرف من الالفابت لازم يبين على الستيتس وين بروح شو بصير بالستيت اذا اجى له الانبوت طبعا لاحظ انت كمان هون انه بصير بالانبوت تبعي اظل مكاني بجوز يعني ما عندي مشكله انا انه اظل إذا بQ5 إجاني A أو B هاي النوتيشن A فاصلة B معنى إذا إجا A بظل بQ5 إذا إجا B بظل بQ5 أحسن ما أعمل سهمين أنا على A سهم وعلى B سهم ثاني طيب هل نتفرج إسا الأوتوماتا هذا اللي عندي مرة ثانية Q0, Q1, Q2 اللي فيه خمس ستيتس أو ست ستيتس أكتول من Q0 إلى Q5 شو بيقبل هذا؟ يعني شو هي اللانجوج اللي بيقبلها؟ إذا بطلع على بالنظر بطلع إذا بيجيني A followed by a B followed by a B followed by an A بصل لفاينال ستيت فقط إذا بيجيني هذا string إذا بيجيني إشي زيادة عليه بطلع من الفاينال ستيت وبروح على التراب ستيت فبالتالي أنا عندي هون الانبوت تبعي اللي بيجيني التيب من برا A B B A فباجي بقول let's see what happens إذا بيجي إذا أنا بQ0 وجاني الانبوت A هذا الانبوت A هذا الصغير بدي أخذ الترانزيشن هذا الترانزيشن وداني على Q1 فصرت الساعة بQ1 أنا صرت بQ1 لأنه الانبوت الاول الحرف الاول نقل لي من Q0 ل Q1 I am now at Q1 البندول هذا بيأشر على B انا بQ1 بقول له لو اجاني A كان رحت على Q5 لا بس راح يجيني B انا يعني بطلع على الاوتومات تبعي current state is Q0 Q1 current input is B الـ current state شو عملت أنا هون؟ عملت شغلة مش مضبوطة أوكي أنا بQ1 يعني بطلع بقول لك إنه إسا حالياً the state of the automata في عندي شغلة بقدر أكتبها أنا هون the status of automata أو the automata current status الحالة الآنية للأوتوماتا شو هي الحالة الآنية للأوتوماتا بتتعرف بشغلتين I am at Q1 current input is B Okay.
في الـ current state of the automata. I am at state Q1. My current input is B. اللي بنقدر نعبر عنها بشغلة زي هي Q1, B. بس Q1, B وين بروح أنا من Q1؟ إذا إجاني B. إذا إجاني B بدروع على Q2. فنكست state راح يكون Q2. انتقلت لـ Q2 أنا. أنا صرت بـ Q2 وهذا طبعاً لازم ينتقل لهون. وبصير خلي أشيل هذا. هسه هون صار الاوتوماتيك كرنت ستاتس. I am at Q2 إسا. الـ current input من Q2 صار برضو B. و I am here at say الـ current state is Qt, B. هيك منعرف إحنا الأوتوماتي. طبعا أنا صار أنا هون Q2 B. هسا مع الـ B منتقل هون. وين بدي أروح من Q2؟ إذا بيجيني input B راح أروح على Q3. هاي وصلت Q3. خلينا كمان مرة نعرف أنا هسه صرت عند على Q3 كوما A. اوكي هسه Q3 اذا بيجيني A بدي اروح على Q4 اللي هو على هذا السيت. This is my next line. انا احطه هون. اوكي ف حطه اغلب شوي خليه يبين. alright اخيرا دكتور هناك انا كنت ظبط كرنت از ان بك ولا هون وصلت بكيو 4. هسه كيو 4 اتس ان اكسبتنج ستيت. اكسبتنج ستيت اند اتس فاينل ستيت كمان. والتيب خلص ما ضلش عندي شيء. A B B A. لما قرأت التيب كله قرأت الـ A وقرأت الـ B وقرأت الـ B وقرأت الـ A وصل لي من A B B A لفاينل ستيت. معناها this string is accepted. This string is accepted. فمنقول ال شوف وين عندي. اوكي خلي ارجع لهون. وين وصلت انا؟ اوكي وانا بقول ال the string do a b b a is accepted by the automata. بس اذا بطلع هل في عندي اشي ثاني بنقبل بالغير الـ ABBA؟ لا. لو جبت اي string ثاني شو ما كان مش راح ينقبل بالسترينج هذا. مثلا
خليني اشوف. خليني اشوف هذا string. اذا اجاني a b a، هاي لاحظ ال a انا ب q0، اجاني a راح انتقل ل q1 وحركت البندول هذا صار هون، اجاني b انتقلت ل q2 حرك البندول لهون، هسه اذا اجاني a اجاني a رحت على q5. جاني رحت على Q5 ووقفنا بQ5، جاني ABA وقفت بQ5. Q5 is not a final state. هسه لو اجى بعد الحكي هذا شو ما اجى هون، لو اجى كمان A ال A Q5، جاني A بظل بQ5، افترض انه اجاني كمان B، البي راح يظل كمان هون، لو شو ما اجاني اي بي اي بي اي بي كله راح يظل كله راح يظل في نفس المكان. لو كمان اخذنا شو ما اجى من سترينج ويل نوت بي اكسبتد، ليش؟ لانه طلع على كيو 5، فبالتالي string ABA لحاله مش مقبول، ABA 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 AB برضه مش مقبول لأنه عمره ما راح يوصل لQ4. إذا ما وصل لQ4 ما راح ينفع بالمرة، لازم يصل لQ4 حتى يكون accepted وما يطلع من Q4. طيب بدي أرجع السيرت محل ما كنت أنا بالأول، هون كنا هون جبنا هذا الريجكشن ستيت. هسه هذا لاحظ انه الاوتوماتا، انا نفس الاوتوماتا ما غيرت فيه، اذا غيرت بالفاينل ستيت قلت اذا بيجيني شيء على Q3 I accept it، لانه عندي طلع هون عندنا خلينا نعلمه هذا الاحمر ونعمله خط غليظ شوي. لا مش هذا، اسف. ولا هذا. بعدين. اوكي. انا بدي الدائرة الصغيرة. على كله مش مشكلة، أنا شايف هاي دائرتين داخلين مع بعض، هذول الدائرتين معناته accepting state. لاحظ إنه إذا بيجيني أنا أسع هون ABB أنا أظل على نفس، إذا إجاني ABB الـ A الأولى بتطلعني على Q1، الـ B بتطلعني على Q2، البي الثاني بطلعني على Q3. Q3 is a final state. معناته ABB is part of the language. This is okay. Accepted. طيب إذا بيجيني A لحاله هون، A لحاله باجي على Q1 and will be accepted كمان. A لحاله برضو okay. ايش كمان؟ الـ A is accepted، الـ ABB accepted، الـ ABBA زي اول برضو accepted. الـ ABBA is accepted. معناها الآن صار عندي الـ language
تبعي the language L language اللي بحكيها الأوتوماتا خلينا نستعمل the language L وعبارة عن strings ال A وال ABB ال ABB وال ABBA فاللغة تبعتي هذه الأوتوماتا بفهم ثلاث كلمات فقط ما بعرف لها ثلاث كلمات زي دكتور البيبي أول ما يولد دكتور لانجوج مثلا نسميه البيبي لانجوج الانفنت مش بس بيبي يعني بتلاقي في عنده مثلا بابا با بابا ماما بس بعرفش غير هيك طب إذا عرفهم كمان هاي طبعا هون لاحظ انه ال بابا بي اي بي اي ام اي ام اي بده يكون اللانجوج تبعه بتشكل من ثلاث حروف الاي والبي والام اوكي فبيعرف هذول فقط اذا بيجي له بي اي بي اي بفهم ام اي ام اي بفهمه غير هيك بفهمش ما بيعرف لا بدي اشرب بدي اكل بدي اطلع بدي العب بدي تليفون بدي حاجه بيعرفش فهذه امثله على اللانجوجز لو كنت انا بدي اعمل اللانجوج للغه العربيه اكتشولي هذا الاوتوماتا اللي انا شايفه بصير سبيل تشيكر او للانجليش لانجوج يعني لو بدي اعمل انا هون سبيل تشيكر خلي يكون اللانجوج تبعي بتكون من لانجوج انجليزي لانجوج تبعي بتشكل من ثلاث كلمات مثلا نيم خلي اسمها هيك شير teacher وكمان خلينا نحط كمان كلمة ثانية coach coach يعني مدرب مثلا هاي عندي language بتشكل من ثلاث كلمات بدي اشوف انه يعني عم نحكي صح احنا ولا بنتعرف عليها اول شيء بدي اطلع الالفابتس الالفابت تبعوني شو الالفابت تبعوني عندي ال A is an alphabet ال B is not an alphabet ال C is D لا A B C D ال E is an alphabet ال F لا ال G لا ال H yes A B C E H G H I J K L M N O P Q R و T وال O كمان هذول هم الالفابتس تبعوني وعندي الاوتوماتا اي ستيت خلينا اسمه كيو زيرو Q0 دكون عندي at least أطول كلمة عندي فيها ست حروف فبالتالي دكون في عندي at least سبع states سبع states Q0 خلينا طبعا مشان الستيت سبع علشان التراب
Okay. لاحظ أنا جبت كلمة spell checker مشان نبين إنه الأوتوماتا هذا له فائدة بالcomputing languages. Actually spell checker is an automata. في نهاية المطاف it is an automata. Okay. On Q0 لك هو بدي أغيرها أنا 1 2 3 4 5 6 خلينا نحط كمان ستيت 7 نحطه هنا علشان أصله هسا من Q0 ل Q1 بدي أخذ أبلش بالتيتشر T إذا بيجينا حرف T إذا بيجينا حرف T بروح على Q1 إذا بيجينا حرف ال E هنا E بيجي بروح على Q2 إذا بيجي A A T A A الآن بده يجينا حرف السي وبعدين حرف الاتش ايوه صار بغلب رسمته بس هو الايديا الان تي انا ناقص عندي واحد مش مشكله اجا كمان كمان اي أخيرا تفضل يا إبراهيم أحكي أعمل أنميوت مفروض تقدر تعمل أنميوت بعمل لك أنا أنميوت إذا رافع إيدك فيك تحكي اللي رافع إيده بيقدر يحكي أنا عامل أنميوت للجميع المفروض آسف دكتور بالغلط خذ
اخوان الدكتور شكله مش سامعنا. طيب anyway خلينا نعمل unmute انا بعمل unmute للجميع اللي بده عنده اي سؤال يحكي في اي لحظة ويقدر يقاطعني مش مشكلة. اوكي حطيت دكتور بدي اسالك اخر شيء. دكتور الار هلا بالمثال اللي قبل هذا كان في بالمثال اللي قبل هذا بزبط ان نحكي انه اللانجوج بس اي بي انت حطيت اي و اي بي بي و اي شيء من كيو 0 غير التي خلينا احطه هذه بس مشان مش راح اكمل كل الشغل انا من الكيو 0 هون هون اي شيء ما عدا التي خلينا احطها بهالشكل بدي اسميها من كل الحروف اللي موجوده بديش اكتبهم كلهم هون بقدر اقول له نوت تي مش تي هذه اذا بدي اكتبها بشكل سيمبوليك بحط تي وفوقيها شحطه بطلع نوت تي او بقدر اكتب اللي هم الحروف هون ال A C E H O R إذا بيجي من كيو 0 بروح على كيو 7 اللي هي هون طبعا انا عندي الصوت تبعي مش شغال ثواني شوف ليكون عامل له انا ايوه طيب عفوا كاين عندي هذا الصوت مع الاخير. طيب اللي بده يسال يرجع يسال من جديد. معذره الان المفروض انه الصوت مسموع. واحد يجرب يحكي بس خلينا نتاكد. دكتور أيوة بزبط مثلا بدل ما نحط كل هاي الاشي مش بالمثال السابق كان في كيو 5 وحاطين اكثر من حرف مثلا A و B وعليها سهم لاف في حال وصل لهناك بنحطها. طب نقدر نعمل اكسبتد يعني بنحط دائره واحده ونعملها اكسبتد دائرتين تكون وكيو 0 بنحط كل الاحرف فيها وسهم لاف عليها سو بس يفوت خلاص اي حرف بدور عليها بلف وبرجع بلف وبرجع بعمل اكسبتد في حال خلص. لا بزبطش هيك لانه اللي بصير زي ما بتحكي انت افترض انه كان عندي كيو 0 وكيو 1 وحطيت من كيو 0 لكيو 1 جميع الاحرف فإذا جاء لجميع الأحرف أي شيء سواء T أو E أو A أو C أو H بده يجي على Q1 معناته راح يقبل بQ1 شغلة بتبلش بالO أو بالR ما راح يزبط لازم يكون sequential زي هيك بدك تمشي بالأحرف الانبوت لأنه هذا الفابت هون خلي أرجع وين روح هون وهون الانبوت تبعي هو انبوت الساعة انا بدي اعمل سبيل تشيكر شو اللي جايني انت كتبت كلمة مثلا كتبت كلمة تيتشر بخلي تكون تيتشرز انت كتبت غلطت اضفت حرف الاس وهون بنتقل معك بالستيتس من واحد لواحد بوصل لكيو 6 بالار بعدين عند الQ6 ما عنده S بعرف شو وين يروح بالS بيروح فيها على Q7 على التراب ستيت اوكي فالديترمينستيك لازم يكون one step at a time ولا بيبطل يصير اوتوماتا بس خليني هون طب دكتور سؤال دكتور حكيت انت الستيت بيكون حسب عدد اطول كلمه يعني هون عندنا تيتشر عدد الحروف 6 رح يكون حكيت 7 ستيت صح الستيت 7 هذا علشان التراب يعني الفاينل ستيت بتكون من ضمنهم ولا لا؟ لا الفاينل ستيت هاي انا حطيت عليها دائرتين انا شفتي؟ طب والكيو 7 ايش بتمثل؟ والكيو 7 انا سميتها تراب هسه بدي ارجع على الاوتوماتا اللي فوق اول ايوه هاي هون احنا سمينا هاي تراب ستيت اللي هي ستيت اللي بيدخل فيها وما بيطلع منها اوكي؟ هسه راح تشوفي كيف بطلع هون التراب ستيت عندي هون
هسه هاي كيو 7 اجاني اي حرف ما عدا التي راح يودينا على كيو 7. كيو 7 راح يكون كل الاشياء اللي بتيجي فيه راح تضل هون ظل فيه بعد الكيو 7 راح يضل عندي اي شيء راح يضل هون. يعني اذا اجاني شو ما اجا خلينا نحط هون شو ما اجا على كيو 7 كل الحروف اللي هي ال A والC والE والH والO والR والT راح يظلوا هون راح يظلوا يعني ما راح يطلع من هاي ستيت وهي it's not a final state. فأي شيء أي كلمة عندي بتبلش طبعا إسا هذا فرضا إنه ما عنديش إلا teacher أنا بس بدي أرجع أصلح هاي. أنا عندي الكلمة chair فإذا بيجي C أسا إذا بيجيني Q0C بدي روح على C followed by an H بدي يجي لهون okay. اللي هي زي هاي يعني هيك مثلا Q0 خلينا نعمل shape إذا بيجيني C بدي أطلع من هون لهون اوكي وهي السي لاحظ انا بكيو 0 طبعا هاي بعد شوي بدي اغيرها السعر لانه اذا اجت سي راح تروح لهناك فمعناها هون هسه برجع على التراب ستيت اذا اجت سي اذا اجاني سي باجي على كيو 4 طيب إذا H باجي على Q5 إذا إجاني E بكمل من هون بس إذا بيجاني A حرف الـ A بعد الـ H بدي أعمل state جديد وهون بقول له دكتور صح مفروض الـ I يكون من ضمن الألفابت اللي حطيناهم أنا ناسي الـ I مظبوط صح اللي هو A C E H G H I في I عندي هو مظبوط you are right. طبعا احنا كان فينا نحط كل الالفابتس اللي هم A to Z بس هون خلينا نختصر من حروفنا فقط هي هاي ونشوف شو الكلمات اللي بتشكلوا منها. انا عندي اذا بيجيني ال A الساعة هي الـ A هون وهون بعدين طبعا لازم أغير الأرقام هون هذه 6 وحطيت 7 هناك هي 8 وهي 9 في عندي هون حرف الـ I حرف الاي وبعدين بدي ار زي الار هاي بس الار بقدر اجيبها من كيو 9 على كيو 6 اكتشوالي بقدر انا بوفر على حالي شغله اي صار عندي هنا C H A I R اذا اجيت بهذا الخط كمان will be accepted وفرت على حالي state. يمكن اعمل الكوتش اسا كمان C اجى لهون بعد C بدي من Q4 اعمل transition على حرف ال O بعدين بدي transition على حرف ال A وبعدين على ال C وبعدين على ال H. هذا بيكون الاوتوماتيك دكتور بس هون
في عنا تنتاني كيو ستة. كيف؟ عنا تنتاني كيو ستة. عندنا تنتين كيو ستة اللي عن أبو شيطان ستة. هاي ستة. طيب أسا نظبطهم. هاي بدي أخليها أرجع أعملها سبعة هون. بغيرها. أبدو أخليها سبعة. وفوق ثمانية وهاي بدي أخليها تسعة. والأوتوماتا مزبوط بس الستيتس لازم يكون لهم different names مزبوط. لازم كل ستيت له اسم لأنه بالبروغرامينج if I want to program it كل واحد من هذول راح يكون object من الستيتس فلازم يكونوا مختلفين I will declare them as different variables. هذا عملت الأوتوماتا هسه بقبل لي هذا teacher وبقبل chair لسه ما عملتش الكوتش هذا بخليه لإلكم كملوه في البيت as an exercise بتكملوا هذا exercise على أساس المرة الجاية اللي هي بكرة بعمل أحط كويز أجيب لكم أوتوماتا من هالشكل وإنبوت وأحكي هل الإنبوت أكسبتد ولا مش أكسبتد شغلة من هالقبيل يعني بس لازم تتدربوا عليها بس أنت تصور إذا بدك تعمل سبيل تشيكر لجميع الكلمات اللي في لغة مثلاً في اللغة العربية تصورت القاموس قديش عندك كبير سواء الإنجليزي أو العربي بس في نهاية المطاف الـ spell checker is nothing but automata يعني لكل كلمة باللغة كل كلمة مقبولة there is an automata فيها بلش من حرف تنتهي بحرف بس يمكن تدمجهم كلهم مع بعض ويمكن تعمل لكل كلمة الأوتوماتا تاعه وخاصة الأوتوماتا اللي بلش بحرف نفس الحرف مثلاً اللي كل إشي بلش بحرف الباء مثل باب بابا برية ببور بنزين كله هذا بلش بحرف الباء بتحطه في أوتوماتا the same starting state هذا بيعتمد طب دكتور ممكن نعم دكتور ممكن تعطينا كيس إن ممكن تعطينا كيس إنه ينتقل إنه تكون مش تي زي اللي هي الكيو تسعة إنه ما يبلشش بتي آه. طيب أي هون مثلا افترض أنه أنا إجاني على هذا الحرف إجا الحرف الـ A كنترول C كنترول V إجاني A إجا A وبعد ما إجا لهون على الـ Q9 أوكي. إذا إجا له أي شيء يعني أي شيء ببلش بحرف الـ A is not accepted مثلاً من الحروف هذولا يعني إذا A followed by an A A followed by a C O followed by E is not accepted إذا بيجاني حسب الحروف اللي عندي هون اللي عامله أنا إذا ببلش بـ O كمان is not accepted بس لو كنت أنا بدي في عندي كلمة بتبلش بحرف الـ A and accepted مثلاً ace افترض انه الكلمات تبعتي فيها بدي اضيف كلمة للقاموس تبعي كلمة مثلا ACE في اشي اسمه ace لا بدي اقول له 8 اكل يعني هاي بعرفه هاي هون إذا بيجي A and it's accepted followed by a T ألو هلا سمي عليكم السلام تمام غبرتي لا أنتوا خلص توكلوا على الله أنا على الدوار السابع ورح في معي سيارة ثانية بروح ما ناس لا راح أتأخر شوي لا راح أتأخر باللطة الممتازة لا يعني توكلوا على الله انت اذا بتودي لي السيارة على البيت وبيجي ليث ياخذك او اذا بتوديها عندك على البيت انا باجي بس اروح باخذها من عندك اذا احتجت الليل ماشي يلا خبرني ماشي يلا السلام عليكم لو بدي ابلش باي اسا هون حاليا بهذا الاوتوماتا هذا الاوتوماتا بتبلش اي شيء باي فبطلع بيصل على التراب ستيت اذا غيرت رايي وقلت لا بدي اوتوماتا اللي يقبل
الكلمة هاي بروح بعمل هون state جديد واجيب ال هون وخليه يكتب لي حرف الـ A هون. فبصير إذا إشي يبلش بـ A وبعد الـ A كان عندي T، طبعاً هسه بغير الاسم الرقم state لـ T 9 هاي 10 11 وهي 10 اوكي وهنا تي عندي تي انا هون او عندي هاي التي الاولى وبعدين عندي حرف اخر اشي الاي والاي بيكون ستيت مقبول اللي هو فاينل ستيت ماشي نقدر لو خليتها مباشرة على كيو 9 مع بزبط على 9 لا 9 ما هي 9 اتس نوت ا فاينل ستيت 9 اذا تراب ستيت هذه لازم يكون مقبول عندي هون أنا هاي ستيت بدي إياها تكون مقبولة لأنه بدي الكلمة هاي تكون مقبولة بما إنه بدي إياها مقبولة لاحظوا إنه هسه بدي أحط على الآخر واحد هذا بدي أحط عليه دبل سيركل دبل سيركل معناها إتس أن أكسبتينج ستيت فصار هون ATE وصل لـ Q12 وQ12 is a final state زي Q7 فصار عندي two final states أنا ال Q7 بيقبل لي teacher وبيقبل coach وبيقبل chair آسف و Q12 بيقبل ATE 8 أكل يعني فإذا بدك كمان يقبل كلمة ثانية بدك تشوف من وين طبعا لازم دائما البداية يكون من Q0 والبداية منعبر عنها بسهم فاضي هذا سهم فاضي فيش فيه ولا شيء يعني انه زي ستار زي يو بوش بوتن هون حركت الـ زي الفندنج ماشين لما تيجي بتولد بشغل الكهرباء فبلش بكيو زيرو هاي مثلا يمكن تكتب له كوفي بس الكوفي فعليا هو باخذه ككلمه واحده او باخذه سي او اف اف اي اي كوفي طيب واضح حتى الآن؟ في أحد عنده سؤال؟ بس احنا هون بنكتب بالإنجليزي طلاب اللي سبقوكوا جبت لهم في واحد من الأسئلة بالامتحان بدل ما أحط الأحرف هذول بالإنجليزي حطيتهم بالعربي والعالم دخل بالحيط يعني كأنه حكيت طلاسم مع إنه it's the same thing يعني ما بتفرق حطيت الحروف عربية ولا لاتينية ولا روسية ولا شو ما كان it's the same هي it's an automata باخذ input الانبوت باخذه طبعا يمكن الانبوت يكون حرف يمكن بالعلم الكومبايلرز لأنه هذا يستخدم بالكومبايلر كثير الاوتوماتا بيتسمى توكن توكن يعني وحدة الوحدة قد تكون يعني بدي لكم مثال باللانجوج لانجوج اللي استخدموه انتو ب اكزامبل نسميه هنا توكنز توكن يعني توكن زي ما حكيت وحدة توكنز و لانجوج خذ مثلا فور اكزامبل بالجافا الجافا عندك بعض الامور تاخذهم انت كفاريبل اللي هم الفاريبلز او مثل
X, Y, Z هو عبارة عن أحرف زي اللي عملناه الساعة أو X, 1, 2, 3 أو طبعاً ما ببلشش برقم كله لازم يبلش بكاراكتر يمكن يكون مثلاً V, 2, 1, A مثلاً هذا أو يمكن يكون كلمة كاملة زي begin زي end زي class كلمة class is a whole word شو كمان عندكم بعض الكلمات في كلمات بال زي import مثلا هذه كلمة تستخدم كاملة as one piece فهذول كلهم يسموا tokens يعني زي الحرف زي symbols زي الات مثلا والاند مثلا هذول كمان والهاش والدولار ساين كلهم هذول يمكن يستعملوا باللانجوج فاللانجوج تبعنا بيكون مشكل من حروف مشكل من ارقام مشكل من symbols ومشكل من وحده كامله زي توكن باخذ كلمه كلاس ككلمه كانها حرف يعني وبناء عليه نبني الأوتوماتا اللي بتعرف على اللانجوج بس انت لو كتبت بالجافا كلمه مثلا مش من الفاريبلز ورحت كاتب مثلا كلمه student مثلا student is good بتعرفش عليها على طول بعطيك عليها مش بس syntax error بعطيك lexical error lexical يعني الأوتوماتا ما تعرفش عليها إلا إذا كانت student معرفة ك declared as parameter as a variable وال is good declared كمان من ال as part of a text variable غيرك بتعرفش عليهم طيب إحنا وين وصلنا إسا نشوف هذا مثال ثاني لو بدي أحكي لك أسأل سؤال إسا لحدا يقول لي شو اللانجوج اللي بيقبلها هذا الأوتوماتا هذا الأوتوماتا في عندي Q1 هذا أنا بساعدكم فيها Q1 اللانجوج المقبول على Q1 بقبل حرف الـ A مظبوط هسا من أعطيني شغلة مين بعطيني شغلة لا يمكن تقبل بغض النظر بناء على الحرف الأول أي إشي بيبدأ بشو غير مقبول بهذا الأوتوماتا هذا الأوتوماتا فيه ستة ها إيه لا إذا بلش بأي السيمز دكتور بلش برقم نعم. لما تبلش برقم لا إذا الرقم لاحظ إنه مش من الألفابتس الألفابتس تبعوني A و B يعني ما أو إنه أرقام غير الA والB لا بس الانبوت تبعي هسه مره ثانيه معناته احنا في شغله مش مستوعبينها الالفابت كان سي مثلا دكتور اه لو حرف سي مثلا ما حرف السي مش من الالفابت الدكتور كان فراغ سبيس اي وبي يعني الانبوت تبعي ما في الا كلام مشكل من الاي والبي بدي شغله زي الباينري دكتور اللي هي 0 1 زي الباينري 01 يعني هذا ما في عندي الا الحرفين اللغه تبعتي وجاني التيب ما في الا كلمات مشكله من الاي والبي اعطيني شغله من البدايه بتقول لي في اي كلمه لو بدات بحرف كذا لا يمكن تكون مقبوله بناء على وين الستارتنج ستيت نعم بي دكتور بي سامع بي بي إذا إشي ببلش ببي لاحظ ببي شو ما حطيت وراه لو حطيت A A A B B B شو ما حطيت وراه لا يمكن يقبل صح؟ لأنه البي ودتني هون أنا على هذا ودت البي ودتك على Q5 وQ5 شو هي؟ شو سمينا Q5 إحنا؟ مين بتذكر شو سمينا Q5 كستيت؟ تراب. اسم. تراب بالضبط فخة يعني تراب مصيدة فال Q5 مصيدة يعني اللي إذا وقع فيها إذا الأوتوماتا وصل لQ5 خلاص ما عاد يقبل أي إشي فشو بوصل لQ5 ابتداء من البي ف
فبتقول كل كلمة تبدأ ببي every word starts with a B will never be accepted. مظبوط. وكمان إيش كمان لا يمكن يكون accepted قلم قايم؟ إذا قلنا إذا ببلش ب بي مش accepted. طيب إذا ببلش بإيش كمان مش accepted؟ لاحظ إذا كمان إذا اجعل A على Q1، إذا على Q1 وجاء وراء الـ A كمان A، إجا AA بيكون بعديه وفي إشي يمكن يكون accepted بعد الـ AA؟ لا، وفي كمان الـ ABA. مستحيل، لأنه إذا إجا على A وجاء وراء A خلاص طلع من الـ من الـ طلع من الـ path، طلع من الخط اللي يمكن يكون خط مقبول، وصل لك U5. فأي شيء تبلش بAA حط هون كمان not accepted. هاي يعني كأنك أنت بتقول بدي أعرف الأوتوماتا بالأشياء اللي مش مقبولة، أو إذا أنا شاطر شوي بقول لا بدي أشوف الإشي اللي مقبول. أنا عندي الA مقبولة، خلينا نشوف هون هذا مش accepted، بدي أشوف الaccepted. الـ A is accepted لحالها، مظبوط؟ هاي كلمة accepted. إذا إجاني A هاي نقبلته هون بـ Q1، مظبوط؟ إذا إجاني A B B كمان accepted زي ما عملنا قبل شوي. طب إيش في كمان accepted؟ A الـ A حكيتها أنا، هاي هون B B A. إيش هو؟ A B B A. A B B A مظبوط، اللي هو A B B A هي انقبل على Q4. طيب غيره بعد الQ4 شو هذا دكتور؟ أي إيش بعدين بزبط؟ شو ما حطينا هسه بعد هاد أتوقع إنه يزبط. شو ما حطينا بعد الـ A بزبط، لأنه شو ما إجينا من الـ A والـ B بروح على accepting state، صح؟ Q6 قبله. هاي كيف بحكي هيك؟ أنا بقول له A B B A بين قوسين A followed by B A أو B. تذكروا ستار اللي هي الستار كلوجر، أنتوا ما شفتوها تبع اللانجوج، اللي شاف المحاضرة اللانجوج اللي حطيت لكم إياها على النت على الإي ليرنينج بيعرف إنه A B، وهون بقدر أحط أنا ستار. وين راح هذا الستار تاعي أنا؟ سوبر سكريبت، بحط نجمة هيك هاي النجمة معناها A و B، وقد ما بدك تكرر من الA والB هاي النوتيشن. الA B B A بالأول يعني لازم يجيني A B B A، بعد الA B B A هاي بسموه prefix كمان، هذا كمان أنا حكيت عنه بالمحاضرة اللي حطيتها على السيستم. It's a prefix يعني مقدمة. أي كلمة بتبلش بA B B A وبعدها شو ما بدك A و B، هيك النوتيشن تبعها A و B star will be accepted. Otherwise بدك أنت تحط بالحكي يعني تكتبه كتابة، بس هو هذا النوتيشن، هذا بالفورمال لانجوج وإحنا بنعبر عنه بالطريقة هاي. فهذه الأوتوماتا هذا بيقبل حرف A لحاله، بيقبل A B B لحاله، بيقبل A B B A لحاله، وبيقبل A B B A followed by anything. by anything يعني من A و B، بس إذا بتحط في داخله C مش راح يقبل، لأنه C is not part of the alphabet. مرة ثانية نتذكر إنه إحنا هون لازم يكون اللغة تبعتنا محكومة بالالفابتس اللي بالحروف اللي موجودة. إذا بتجيب إشي ما إله علاقة بالحروف بحروف الالفابتس اللي حروف الهجائية، طبعا هون إحنا زي الباينري استعملنا A B
بالباينري 0 1. لو بدي أكتب الأرقام العشرية بعمل من 0 لـ 9. لو بدي أكتب الحروف الإنجليزية الكلمات الإنجليزية من A to Z small and capital. إذا بدي أحرف من العربي بدي أحطه من ألف للياء بالألف ياء. بمناسبة العربي مين منكم حافظ الحروف الهجائية بالترتيب العربية؟ ويأخذ على الاثنين على الفاينل اللي هي دكتور أبجد هوس كامل ألف باتا ثا. مش أبجد هوز، أبجد هوز الحروف الأبجدية اسمها. أنا حافظه. اقرأ مان. مين أنت؟ مين اللي تقرأ؟ ألف ملاك خصاونة. ملاك خصاونة اقرأ يا ملاك من الألف للياء بس لا تغلطي. طب ألف با تا ثا جيم حا خا دا ذا را زين سين شين صاد طا ذا طا ضا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون ها واو يا. تصفيق حاد على زوم ممتاز والله. انت اول واحده بالكورسات خلال الثلاث اربع سنين الماضيه بقراهم بدون خطا ممتاز. ذكرني بكلمتين عندي على الفاينل ما شاء الله. مين اللي حكى ما شاء الله؟ انا دكتور معلش والله مش قصدي. لا معلش بدي اياك تقراهم قارئهم حافظهم الصراحه. لا والله مش حافظهم. طيب مين كمان حافظ غير ملاك؟ انا دكتور حافظهم اللي هو في راشد إبراهيم فياض. طيب إبراهيم سمعني إبراهيم. ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را زين سين شين صاد ضا طا ضا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون ها واو يا. براو عليك والله ممتاز. تصفيق حاد على زوم. طيب مين حافظهم على شكل كلمات زي الإنجليزي اللي بتعملوا A B C D E F G؟ مين حافظهم الحروف الهجائية على شكل كلمات زي أبجد هوز بس بالهجائية؟ حدا عمره سمع بالابتث جحفن خدذا رزن سشا صدن تضع غن فقا كل من هؤلاء؟ أنا دكتور حافظهم. حافظهم هيك؟ آه. طب ما تحكي من أول. أقرأ لك إياها؟ اقرأ. آه. أبجد هوز حطي كلمة سعفص قرشت تخذ ضغطة ضغطة. أيوة. أول بس. هذول ترى الأبجدية. أنا بدي الهجائية. لا والله بس هذيك لها فضة. هذيك يعني ألين شوي. أبجد هوز حطي كلمة سعفص قرشت. حد بيعرف كيف كانوا بغنوها أبجد هوز مع التحريف؟ لا. كانوا حرفوها أظن مشان يرغبوا الأولاد فيها أو الصغار. كانوا يقولوا أبجد هوز قوم اتجوز. سمعت هاي؟ لا والله ما سمعت. فوت على جوجل وطلع أبجد هوز قوم اتجوز على الطراحة بصفة راحة. يلا ماشي الحال. شكرا دكتور. من أيام ملكة تعلمينها. أي من أيام ملكة. أيوة مظبوط صح. لا راسي. طيب ماشي يلا يعطيك العافية. احنا بنوقف هون ان شاء الله ومن بكرة راح احط لكم. بكرة راح يكون في المحاضرة نفسها في نهايتها كويز على هذول الاوتوماتر ان شاء الله. ماشي يعطيك العافية.